ينتظرون الغيث بفارغ الصبر لعلكم لا تعرفون فائدة المطر إلا لما ابتلينا بالحبشة وسنت الحبشة وانطلق لا تعرفون فائدة الماء كثيرا. كنا في بعض بلاد اليمن الرجل يبذر البذرة في الأرض ويمد يده إلى السماء يا رب ينزل ماء يا رب الغيث. واحد يتصل بابني في دولة أخرى يقول له الباري أعطى غيث الباري أعطى غيث. يعني مشكلتهم ماذا؟ إن المطر ينزل من السماء. ما الذي يسير السحب؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه رب العباد سبحانه جعل السحاب هذا مسخرا. قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. قف يا سحاب هنا أنزل ماءك ينزل الماء. لا يتحرك السحاب خطوة إلا بإذن الله. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لا يخفى عليكم حديث يسقي أرض فلان، سحابة ماشية مليئة بالمطر والكل ينتظر أن تنزل على أرضه، بذر البذور وينتظر الفرج وإلا ماتت البذور أيضا في الأرض. والرجل يمشي يسمع الصوت اللي في السحابة اسقي أرض فلان، يتابع السحابة اسقت فلان. مسمى أول مرة تحصل إن واحد يسمع صوت في السحابة يوجهه يقول اسقي أرض فلان، يمشي مع السحابة تتجاوز أرض هذا وأرض هذا وأرض هذا وتأتي مرة واحدة تقف كي تنزل ماءها محملة بالماء، تنزل كما قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا تدافعا كثيرا. ورجل واقف مستعد يقينه في الله يا إخوة، يقينه في الله. كيف هذا اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه لا أنه سيرزق؟ لماذا سأرزق؟ أنا أكفل أيتاما وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أكفل فقراء منتظرون يساق لهم رزق على يدي، فهو موقن أنه سيرزق. واقف مسك الجاروف ويساوي القنوات مجاري المياه حتى تسير إلى الأرض، تنزل السحابة في كلها تمشي في المجاري وتصل مجاري المياه، ليست مجاري تحت الأرض، أقصد القنوات الصغيرة، وتسقي الأرض تماما دون سائر الأراضي. يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويكاد سنة برق يتبه الأبصار. من الذي ساق له هذا الرزق؟ قال له رجل اسمك ما هذا؟ قال اسمي فلان للصوت الذي سمع في السحابة. قال نبئني بربك ماذا تصنع؟ قال والله أنا أعمد إلى الناتج أجزئه ثلاثة أجزاء، جزء لله ورسوله، جزء للفقراء، جزء لرسول الفقراء، جزء لأهل بيتي، ثلث أرده في الأرض كتشغيل الأرض، زراعة، تكاليف الزراعة. فيقينه بالله جعل الناس تسوق له. أنت يا رجل تبيع محاميل، وأنا ذهب أشتري محاميل في سوق المحاميل 100 دكان، من الذي يوجهني للشراء منك ويصرفني عن الآخر؟ إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجهني للشراء منك والذي يشرح صدري لأن أشتري منك دون غيرك من التجار. هذا صاحب مطعم فول وهذا جنب مطعم فول، من الذي يوجهني لاستطعام هذا الفول وعدم استطعام هذا الفول؟ إنه الله سبحانه وتعالى وهو يتولى الصالحين، فربك سيتولاك. ولذلك أسباب، لذلك أسباب ذكرت في كتاب الله مرارا وذكرت أيضا في سنة رسول الله. قال الله في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الحديث عن رسول الله، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهم اللهم أعط ممسكا تلفا، يا رب أتلف أموال البخلاء دمرها يا رب، والثاني يقول اللهم أعط منفقا خلفا، يا رب وسع على هذا الشخص المنفق، يا رب دمر أموال هذا الشخص البخيل. يوميا ملائكة تدعو بهذا الدعاء، والله يقول أنفق أنفق عليك. فاحرص يا عبد الله على أن تكون من الصالحين، وأيقن أيقن أن الله سيختار لك الخير. خذ بالأسباب كما أمرت، ولكن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. خذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله، ولا تظن أن الخير كل الخير في المال. إذا أنا أخذت بالأسباب واجتهدت في الأخذ بالأسباب
لا يعني أعتقد تماما وأنا بعيد عن المعاصي، فاحذروا المعاصي تدمر والله تدميرا، تخرب البيوت، تخرب البيوت، احذر المعصية. الحسن البصري يقول والله إني أعلم معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. أنا والزوجة يرسل مع بعض في كلام طيب وأنس، وأتيت لها بأشياء في البيت، خرجت عصيت في معصية ورجعت وهي لا تعلم شيئا، لكن قلبت علي رأسا على عقب ولسانها بذيء، تشتمني بدون أن أفعل فيها شيئا، تهاجمني بدون أن أفعل فيها شيئا. يا ست أنا ما صنعت فيك، أنت ما صنعت فيها شيء، لكن الذي صلت عليك هو الله، الذي صلت عليك هو الذي يسلط قوما على قوم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. يقول الحسن البصري إني أعرف معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، أركب الحمار يرفصني، أركب الحمار يمشي ما يتعلى أي شيء في البيت يكسره، يرفص الولد. فاحذر معصية الله سبحانه، احذرها. أبو أيوب يرى دملة في يده، دملة يراها في يده، يقول أستغفر الله أستغفر الله. قيل له لماذا تستغفر من الدملة؟ قال وما أدريك إلى الله بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إلى الله بذنب إن ارتكبته، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ فاحذر من المعاصي، احرص على أن تكون صالحا. وليس من لوازم تولي الله لك أن يغنيك من المال، قد يكرمك بذلك إكراما تنتفع به في دينك ودنياك، وقد يكرمك أيضا بحجز المال عنك إذا كنت ستضعه في غير محله. إن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام كان ربه به حفيا، ومع ذلك لم توسع عليه التوسعة التي وسعت على سليمان عليه السلام، بل أحيانا كان يبيت وهو جائع عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها تقول كان يمر بنا الهلال تلو الهلال وليس في بيتنا نار توقد، إنما هما الأسودان التمر والماء. ما الذي كان يعيشه؟ بعض الهدايا من الجيران. وإلا الصحابي الآخر يقول رأيت رسول الله وأصحابه يتلوون من شدة الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، وهو رضيء التمر، مش واجد رضيء التمر يملأ به بطنه، وهو سيد ولد آدم. فليس بالضرورة أن تصاب بالغنى، أن تصاب بالغنى إذا كنت تقيا، قد تتقي الله وأنت أيضا فقير، لأن رب يعلم بك، وقد يكون ذلك أعظم لأجرك. لا أقول للناس اصبروا على المعيشة وتكاسلوا، لكن أقصد أنني أحرص على أن أدخل في عداد الصالحين، وأوقن بقول الله تعالى هو يتولى الصالحين. إذا نظرنا لأحوال الناس، كل الناس يشتكون في ذات الوقت، كل الناس ينظرون إلى مباراة كأس العالم مضيعين وتركين للصلاة، جل الناس أمام البنوك يأخذون بالربا ويدعون بالربا، جل الناس جل الفتيات متبرجات إلا من رحم الله، البنت لابسة بنطلون ضيق يظهر إستها وعجيزتها وتمشي ولا تستحي ومصرة عجيزتها أمام الناس بالبنطلون ضيق ولا كأنها صنعت شيئا. وهذه الفتاة المعقرة، قل من يعمر المساجد ويذكر الله قائما وقاعدا. فلا تنشغل كثيرا بالناس، الناس كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. احرص على إيمانك، واحرص على أن تنفع العباد قدر استطاعتك، واجتهد في عملك، وبإذن الله سيتولاك الله سيتولاك الله. أيقن أن الذي يختاره الله لك الخير ما دمت طائعا،